السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم الأخوة المتابعين في قناتي، قناة منصة اللغة الإنجليزية English with أبو كيلة. معكم الأستاذ محمد أبو كيلة في شرح مقطع جديد من مقاطع تعلم اللغة الإنجليزية. حنستكمل إن شاء الله السلسلة اللي احنا بدأناها هذه الأيام بنشرح فيها القواعد المهمة للغة الإنجليزية English Grammar. إن شاء الله اليوم حنروح ناخذ قاعدة مهمة جداً وزمن جديد مهم، هو زمن الماضي البسيط Simple Past أو Past Simple. في الزمن ده إن شاء الله بنستعرض إزاي نعمل جملة في الماضي، إزاي نشكل الفعل في اللغة الإنجليزية في زمن الماضي البسيط، إزاي كمان نقول الجملة بطريقة النفي، وإزاي نعمل سؤال في الماضي. زمن الماضي البسيط أحد أهم الأزمنة اللي احنا بنستعملها كتير جداً في اللغة الإنجليزية. ليه؟ لأن الزمن ده بيعبر عن أي شيء حدث في الماضي، أو أنا بستعمل زمن الماضي البسيط لو كنت بتكلم عن شيء حصل في الماضي، بس بشرط أن يكون الشيء ده ما خدش صفة الاستمرار، يعني مش عاوز أبين للسامع أن أنا استمريت في عمل الفعل فترة معينة من الزمن، أو أن أنا كررت الفعل ده أكثر من مرة في الماضي، لأن تكرار الفعل في الماضي له استعمال معين هناخده قدام إن شاء الله. كمان لما نحب نوضح صفة الاستمرار في الماضي للفعل بناخد برضو زمن معين هناخده قدام إن شاء الله. يبقى اليوم إن شاء الله هنستعرض زمن الماضي البسيط وهو Simple Past، وفيه طبعاً له اسم تاني اللي هو Past Simple، إما تقولها Simple Past أو تقول Past Simple، عموماً الاثنين واحد، ما بتفرقش الاسم. المهم أعرف الزمن ده بستخدمه إمتى. قلت لو أنا بتكلم عن شيء حدث في الماضي، حاجة حصلت في الماضي وانتهت، ملهاش أي علاقة بالمضارع نهائياً، وكمان مش عاوز أبين صفة الاستمرار للفعل أو تكرار الفعل في الماضي. يهمني جداً إن أنا لما بناخد زمن معين أخد عليه تمارين وتدريبات، وده اللي احنا بنعمله في كل مقطع فيديو، بناخد تمارين بعد الشرح مباشرة. يهمني جدا كمان ان انت تاخد الزمن اللي احنا خدناه ده هوت وتروح تطبق عليه وتعمل جمل زي الجمل اللي انا بديها لك بالضبط في المقطع، تبني لي جملة مكونة من فاعل مع فعل مناسب لهذا الزمن مع تكملة الجملة. يبقى انا كده بستخدم اللي انا اتعلمته بشكل صحيح وبشكل مميز جدا جدا جدا. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف الزمن اللي هناخده اليوم، ونشرح ازاي نعمله في الإثبات، ازاي نخليه نفي، ازاي كمان نحط عليه سؤال، وبديكم كمان مجموعة من الأفعال اللي بيختلف شكلها في الماضي عن الشكل العادي، دي اللي بيسموها أفعال شاذة أو أفعال غير منتظمة Irregular verbs in the past simple. يلا نتوكل على الله وخلينا نبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم في مقطع اليوم. اليوم إن شاء الله بناخد شرح قاعدة مهمة جداً كما شرحنا ووضحنا في المقدمة. بنشرح اليوم Simple Past Tense. Simple Past Tense زمن مهم جداً من أزمنة اللغة الإنجليزية، وهو زمن الماضي البسيط. قلنا في المقدمة إن الحدث هنا حصل في الماضي دون استمرار ودون تكرار، يعني لا أركز على التكرار ولا أركز على الاستمرار، إنما أركز على إن الشيء حدث في الماضي. لما نتكلم عن شيء وقع في الماضي بنحط جملتي في زمن الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط له دلائل وكلمات بتستخدم معه، زي yesterday أمس، زي last week، last month، last year، زي in ومعها سنة في الماضي، زي in 2019 في عام 2019، زي لما نقوله two days ago منذ يومين. كل دي كلمات وعلامات تشير للماضي البسيط. طيب الماضي البسيط أنا بستعمل فيه
كأي جملة في اللغة الإنجليزية بنبدأ بالفاعل سواء اسم أو ضمير، زي أحمد أو هي، نورة أو شي، أو نبدأ مثلا بآي، أو نبدأ بالجمع زي ذي، زي وي، زي يو، أو جمع واضح زي the boys أو the girls. أي جملة في الإنجليش بتبدأ بالفاعل. هنروح نشوف شكل الفعل في الماضي البسيط. في الماضي البسيط أنا بستخدم verb to. verb to يعني الشكل الثاني من أشكال الفعل اللي هو الماضي يعني. طيب الفعل الماضي في اللغة الإنجليزية two types، نوعين. فيه منه ماضي عادي بيقبل أن يضاف له ed، ماضي regular عادي جدا زي الفعل play بنقوله played ماضيه. وفيه ماضي بسموه irregular، ماضي غير منتظم أو ماضي شاذ، ده بيتغير أو بيثبت على ما هو عليه، بس المهم إن ما بيضافلوش ed. زي مثلا الفعل go ماضيه went، زي الفعل sleep ماضيه slept. طيب أهم فعل عندي هنستعرضه الآن رقم واحد هو الفعل be، بمعنى يكون. ماضيه كان بينقسم إلى شكلين في الماضي البسيط، was where. was بمعنى كان يستخدم مع المفرد مثل I, he, she, Ali, أحمد, نورة وهكذا. where بتستعمل مع الجمع بمعنى كانوا، we, you, they بكلمات بتعامل معاملة الجمع بناخد معها where. ولو استخدمت برضو جمع واضح زي the boys أو the girls ناخد معها where. يبقى was أو where دول الاثنين الماضي من الفعل be. الفعل الوحيد اللي في اللغة الإنجليزية له شكلين في الماضي هو verb be، زي ما خدناه في الحلقة الأولى له ثلاث أشكال في المضارع كانت am و is و are. طيب was و where لما بنيجي ننفيهم مانيش محتاج أي شيء غير إن أنا أحط بعدهم not، فنقوله it wasn't مثلا good، she wasn't great، they weren't very good. يبقى was aware وأنا في النفي بحط لهم not بس، زيهم زي am و is و are اللي خدناهم في الحلقة الأولى. في حالة الاستفهام بنقدمهم على الفاعل فنسأل بيهم، نقول was the game exciting، هل كانت اللعبة ممتعة؟ Were the players good؟ هل اللاعبين كانوا جيدين؟ طبعا هنا was aware لما بتيجي في أول السؤال بيبقى معناها هل، هل ونجاوب عليها إما yes أو no. لو جاوبت بيس نحط بعدها الضمير ثم was aware، نقول yes it was أو they were، yes they were. إذا جاوبت بنو حنختم بنوت كالعادة، فنقول مثلا no it wasn't أو no they weren't. الفعل ده مهم جدا لأن بستخدمه في حاجات كتيرة، زي مثلا لما نسأل عن مكان وسنة الميلاد، where were you born، أين ولدت، when were you born، متى ولدت، نقول له I was born in Cairo، أنا ولدت في القاهرة، I was born in 1975، أنا ولدت في عام 1975. الفعل ده مهم جدا جدا وحنحتاجه قدام. نروح لبقية الأفعال في الماضي البسيط. احنا قلنا عندنا شكلين من الأفعال، في أفعال عادية بتقبل ed زي stay ماضيها stayed، نقوله I stayed home، أنا قعدت في البيت مثلا yesterday أو last Friday أمس أو الجمعة الماضية. في أفعال غير منتظمة زي go قلنا ماضيه went، نقوله they went to the beach، they went to the beach راحوا إلى الشاطئ، ده شيء حدث في الماضي. طيب الأفعال عموما في اللغة الإنجليزية يفترض إنها تكون عادية بتقبل ed، إلا إن عندي بعض الأفعال اللي شدت عن القاعدة. الأفعال دي كتيرة جدا وفيها قائمة موجودة في آخر الكتاب منها كل فعل وإزاي أجيب منه الماضي سواء بيتغير أو بيثبت كما هو.
أنا أعطيك النهاردة مجموعة من الأفعال حنحفظها، مضارع وماضي، زي الفعل باي ماضيه بوت يشتري، الفعل كم ماضيه كين يأتي، الفعل دو ماضيه ديد بمعنى يفعل، الفعل درينك ماضيه درانك بمعنى يشرب، درايف ماضيه دروف بمعنى يقود. طبعا الماضي بتاعه يبقى اشترى، اتى، فعل، شرب، قاد. ايت ياكل ماضيها ايت، فيل يشعر ماضيها فيلت، فلاي يطير ماضيها فلو او يسافر طيران، جيت يحصل على ماضيها جوت، جيف يعطي ماضيها جيف، جو يذهب ماضيها وينت، هاف يملك ماضيها هات، نو يعرف ماضيها نيو عرفة، ليف يترك ماضيها لفت، ميك يصنع ماضيها ميد، ميت يقابل ماضيها مت، رايد يركب ماضيها رود، سي يرى ماضيها سو، سليب ماضيها سلبت ينام، spend يقضي ماضيها spent، swim يسبح ماضيها swam، take يأخذ ماضيها took، win يفوز بي ماضيها won، write يكتب ماضيها wrote كتب. طيب هتيجي تسألني تقول لي طب هل هي دي كل الأفعال الغير منتظمة في اللغة الإنجليزية؟ نقول لك لا، دي مجموعة منها بس، الباقي هيجي قدام وممكن ننزل لك بيه ورقة عمل خاصة به. تعال نشوف إزاي نحول الجملة في الماضي من إثبات إلى نفي. أنا في الماضي قلت بستخدم الفعل مضاف له إيدي أو غير منتظم، الشكل الثاني من الأفعال. في النفي بستخدم didn't. didn't بس نجيب بعدها الفعل في حالته الأولى في مصدره المجرد، يعني نرجع الفعل الماضي من stayed إلى stay عشان نقوله I didn't stay، أنا لم أظل في البيت. نقوله I didn't go، أنا لم أذهب. I didn't feel، لم أشعر. I didn't ride، لم أركب. يبقى في النفي بستخدم didn't ونجيب بعدها الفعل في حالته المجردة المضارع الأول منه. طب في حالة السؤال بنستعمله did قبل الفاعل ونرجع الفعل برضو لمصدره الأساسي، فنقوله مثلاً did you like، ما ينفعش نقوله did you liked، لازم نخلي الفعل في حالته المجردة. ونجاوب طبعاً زي ما قلنا بيس أو نو، لأن did لما بتيجي في أول السؤال بيبقى معناها هل. طيب إذا سألت بأدوات الاستفهام كالعادة نبدأ بأداة الاستفهام what, where, when, why اللي شرحناها قبل كده. هنضع بعدها عشان بسأل عن الماضي did ونرجع الفعل لأصله المصدر، فنقوله what did you do last weekend، ماذا فعلت العطلة الماضية. where did they go، أين ذهبوا on Thursday. يبقى في حالة السؤال بأداة الاستفهام تبدأ بأداة الاستفهام عادي جدا، تحط عشان did تناسب الماضي تحط did وبعدها الفاعل ثم بعد كده تجيب الفعل في حالته الأصلية المجردة. يبقى الماضي البسيط أنا بتعلم فيه ثلاث حاجات: الجملة المثبتة بحول الفعل إلى ماضي سواء يقبل إيدي أو يتغير ويكون بشكل شاذ. في النفي بنستخدم didn't وبعدها الفعل بدون أي زيادة في حالته الأولى المجردة. في السؤال بنستخدم did وبرضه نرجع الفعل إلى حالته الأولى المجردة. طيب يلا بينا الآن نروح لتدريب مهم نراجع به القاعدة اللي خدناها اليوم. التدريب اللي معايا الآن بنحول الجمل اللي عندي إلى الشكل المناسب في الماضي سواء هي سؤال أو جملة منفية أو جملة مثبتة. تعال نشوف نمبر 1 والمحادثة بين فهد وإمام. فهد سأل بيقول وير، شوف أداة استفهام اهي. قلنا إذا كان عندي أداة استفهام وأنا بسأل عن الماضي يسترداي
لازم أستخدم did ونخلي الفعل زي ما هو go مش هيتغير هنا، فنقول where did you go. طيب إذا جيت أجاوب يعني محتاج إثبات، إثبات من go قلنا الماضي بتاعها went، فنقول I went to the Falcons football game، أنا رحت مباراة كرة القدم بتاعت فريق فالكون. فهد هيسأل بس باستخدام الفعل be، قلت لك be يا was يا where على حسب أنت عندك مفرد ولا جمع. أنا عندي many people جمع، يبقى هنسأل be where. Were there many people؟ كان فيه ناس كتير. قال له yes it، شوف it هنا مفرد، be في المفرد يناسب was، فنقوله it was very crowded يعني كانت مزدحمة جدا. قلنا be في الماضي يا was يا where، نفيهم معها not بس ما بنستخدمش didn't، والسؤال نسأل بهم نفسهم زي هنا بالضبط. طيب عاوز نسأل سؤال كمان في الماضي مع الفعل play بس ما عطانيش أداة استفهام. يلا ابدأ بديد، قل له did the Falcons play، did والفعل بدون زيادة. هل فريق الفالكونز لعبوا play well، لعبوا كويس؟ عماد قال له yes the team play. عايزين نروح نجيب الماضي من بلاي، ماضي عادي جدا، حط له اي دي بلايت، a fantastic game يعني الفريق لعب لعب ممتاز او مباراه ممتازه. هنسال سؤال ثاني مع الفعل وين، برضو هنحتاج نبدا بديد بمعنى هل ونخلي الفعل بدون زياده، فنقول did they win the game، هل هم كسبوا المباراه؟ السؤال عن الماضي، جاوب yes they. طب عايزين الماضي من وين؟ ماضي شاذ، ماضي ما هوش عادي، ما بيقبلش ايدي، فحنقوله yes they won، won by two goals يعني فازوا بمباراتين. بكده نصل الى نهاية مقطعنا اليوم. اسأل الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا استفدتم. اهم حاجة عندي انك تدون البيانات، تحط المعلومات اللي أنا كتبتها عن الزمن في ورقة عندك، وتروح تاخد التدريب ده وتطبق عليه تحله لوحدك، وتشوف أنت بتتحسن ولا لا، وتشوف أنت استفدت من قاعدة اليوم ولا لا. زمن الماضي البسيط مهم جداً، أحد الأزمنة اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية كل يوم. شكراً لكم على المتابعة، ما تنسوناش بالدعم، ما تنسوناش بالدعاء. نستودعكم الله ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. Thank you very very much. Goodbye and see you next time.